تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباصلة واكد رئيس الحرس الوطني ان دعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس مجلس الوزراء لقوه دفاع البحرين ساهم بشكل كبير في تطوير هذا الصرح العسكري الشامخ وازدهاره حتى بات يتمتع بمستويات متقدمه من الجاهزيه القتاليه والكفاءه العسكريه من خلال ما تشهده قوه دفاع البحرين من تطور واسع في امكانياتها وقدراتها العسكريه. باعتبارها خط الدفاع الاول عن سياده المملكه ومكتسباتها الحضاريه والتنمويه داعيا سموها المولى العالي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة الدعم اللامحدود الذي يليه لقوة دفاع البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء برقيه شكر جوابيه الى الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفه رئيس الحرس الوطني اعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على تهنئته مشيدا بجهود سمو رئيس الحرس الوطني وكافه منتسبي الحرس الوطني على جهودهم المخلصه في تطوير ورفع مستوى جاهزيه الحرس الوطني داعيا سموه الله العلي القديم أن يعيد على البحرين هذه المناسبة العزيزة وهي تنعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه